هل على الإنسان أن يجهز الكفن قبل أن يموت؟ وما هي الروائح والطيبة التي توضع مع الميت بالنسبة للرجل وللمرأة؟ وإن كان هذا بدع فماذا نفعل لأولئك الذين تعمدوه من الآن؟ جزاكم الله خيرا. تهيئة الكفن هذا ليس بمطلوب، الإنسان يعتمد على الله ويتوكل على الله، وإذا حضر الأجل يسر الله له الكفن. أعداد الكفن هذا لا أعلم له مشروعية، ولكن على الإنسان أن يتحد أن يستعد بالعمل الصالح. نعم الموت يحتاج إلى استعداد، لكن لا يعتد له بالكفن ما أشبه ذلك، وإنما يعتد له بالعمل الصالح والتوبة إلى الله سبحانه وتعالى والخروج من المظالم وإعطاء هذه الحقوق حقوقهم، هذا هو الذي يستعد به للموت ولقاء الله سبحانه وتعالى. وأما الطيب الذي يجعل الميت بعد تغسيله ويجعل في أكفانه هو الطيب المعتاد، الطيب المعتاد المتوسط عند الناس من أي أنواع الطيب للرجال وللنساء. إذا فرغ من تغسيله فإنه إن حصل أن يعمل عليه شيء من الكافور في الغسلة الأخيرة، وأن يعمل شيء من الكافور الغسلة الأخيرة على بدن الميت، لأن الكافور طيب الرائحة، وأيضا يقول أنه يصلب جلد الميت، وكذلك ما تيسر من الطيب يجعل على مغابن جسمه وعلى مواضع السجود منه يجعل شيئا، وهذا يسمى بالحنوط. هذا الطيب يسمى بالحنوط، وهو أخلاط من الطيب تجعل على مغابن الجسم وعلى مواضع السجود منه، وأي طيب تيسر فإنه يكفي، وكذلك يرش الكفن منه. وهذا الطيب سنة ليس بواجب، إن حصل وإلا إنه سنة يحق الميت الرجل أو المرأة. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم.